لما بنشوف دائما اشخاص بمطرح معين بمكان معين، اول شيء يمكن بيلفت نظرنا هو كيف لابسين او شو لابسين او كيف منسقين هيدا اللبس. كثير من الاشخاص هن خاصة إذا بدي أقول الناس العاديين بتكلوا على حالهم، بتكلوا على القصص اللي بيشوفوها يمكن على إنستغرام. اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صارت القصص هينة، ولكن بضل في ناس هي بحاجة لخبرة بالموضة، بحاجة لعين نافذة وثاقبة تقدر تساعدهم على اختيار ملابسهم وعلى اختيار إطلالاتهم، خاصة لما بيكونوا تحت الأضواء. اليوم معي إليم شنتف، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله. حضرتك ستايلست وإيمج كونسلتنت، أهلا وسهلا. بس إلي اللي هيك بيعرف إلي من قبل رح تفرق عليه، يعني الاسم يمكن هيك تعودوا يسمعوه ولكن بغير إطار. صح. كنت أصغر وكنت تغني وكان الحلم هو الغنى. صح. كيف عملت هيدي النقلة؟ انعرفت إليم شنتف السينجر مغني، ومرقت فترة كتير طويلة غبت واختفيت، كنت عم بدرس عم مكمل دراستي من سنة ونص تقريبا. أنا خريج أوديو فيجوال إخراج سينما وتي في، فمانا بعيد أبدا عن الدومين يعني أبدا. ففتت ببروجي كنت واردروب، وحسيت حالي اني انا قادر ومتمكن اني انا اكون ستايلست، اني انا اكون عم نسق، عم نظم، عم شوف، عم اللي بتخيله عم طبقه عم نفذه. فاشتغلت على حالي كتير، يعني ما اجت من ماشي، تعبت كتير، عملت افور شخصي كتير. أوكي. وفترة كورونا كتير ساعدتني، يعني فترة كورونا مثل ما ساعدت غيري كمان، فرجت مواهب كتير فترة كورونا. ما خلتني مل، ما خلتني اهدى. فكنت كتير عم بنتج بهيدي الفترة. اللي لما نقول ستايلست يعني الشخص يلي عن جد بيعرف كيف يطلع الشخص الثاني بأبهى صورة من خلال اللوك تبعه. طيب اليوم هل هي بدها دراسة او هي بدها اكتر هيك ذوق؟ هيك الذوق ما بده دراسة، العين كيف بتشوف، إذا كانت عم بتشوف صح وعم بتشوف شيء حلو ما بده دراسة. هيدا اللي يمكن أنا اليوم حابب أحكي فيه، إنه أنا ما عندي سيرتيفيكيت بالإيمج كونسلتنت وستايلست، بس أنا يعني الشغل اللي اشتغلته، ثقة العالم اللي وثقت فيه إنه أنا قادر أشوف كيف أنا عم بتخيل هيدا الشخص، هيدا الكاركتير، هيدا الممثل، هيدا المغني، ذوقي، اختياري للملابس، الألوان، تنسيق الألوان، هيدا الشيء بينبع مني، يعني أنا بلش مني لقدرت من خلالي أنقله لغيري. حلو. فهون بهيدا الموضوع إنه ما بحس حالي أبداً إني أنا بعيد عن دومين، طالما أني أنا خريج أوديو فيجوال، وأنا كنت ببروجيات الجامعة كنت روح واردروب، كنت روح أر دايركتر، سو أنا بمود هيدا الدومين اللي هو كتير واسع، منك بعيد عنه على كل حال، مني أبداً يعني. بعيد عنه، يعني مش أنه متعدي عليه مثل ما بيقولوا. ايه. أبداً. بس مقابل أنه أنا مني مخصص بهيدا الاختصاص، أنا بقرأ كتير، أنا بطلع كتير، يعني أنا عندي ساعتين أو ساعة ونص بنهار يمكن قبل ما نام بقرأ، بشوف حوالي شو في، بتابع، براقب، بتحركش، يعني أنا لو ما أني هيدا الشيء اكتشفته فيي، لو ما أنا عم بتحركش زيادة عن زوم، أو لما أنا مصر بدي أوصل، ما وصلت للي أنا وصلت له اليوم، بعتبر أني ما وصلت لشيء، بعدني عم أسس، بعدنا ببداية الطريق يعني. صح. معنا مجموعة من الصور اللي شو رأيك هيك نبلش نحكي عنها ونعلق وهيك منكفي الحديث سوا. اللي اليوم قدام هم كمان الشخص يوثق فيك، يعني بتعرف بيكون مشبص، بيكون وقت بدكم فينا نمرق الصور ونبلش نحكي فيها، بيكون مشبص يمكن أوقات برأيه، عم بلش نشوف أول صورة. كانت بداياتي مع محمد قيس وماريتا حلاني. اوكي، حلو، يعني اللوك جديد كمان. قد ايه مهم عن جد يوثقوا فيك؟ أكيد. لانه بتعرف اوقات بيكون الشخص معود على ستيل معين كل الوقت، فصعب تطلعوا منه. صح. الثقه كتير بتحملني مسؤوليه، خصوصا انه لما يقول لك انه انا عندي هذا الايفنت بدي اكون ذا بيست، فاول شيء بعمله انه بتطلع على البروفايل تبعه كيف كان، لحد العالم بس يفوت تلاقيه ديفرنت، ان كان شاب او بنت، يعني انا على طول بطلع انه كيف كان قبل، بكسر صوره القبل لحتى نشتغل على شيء جديد، وهذا الشيء اللي فعلا عم بخليني اترك تاتش معينه، وعم بشتغل بهيدي الطريقه انه انا ما عم بمشي بريتم معين، وبلاس انه انا ما عم خلي حدا يشبه حدا، كل حدا عم بعطيه الكاركتير يمكن لو بعيد شوي عنه بس بيشبهه، يمكن هو منه مكتشفه بحاله. مين أحيان، الشباب أو الصبايا بالتعامل؟
ليك في شباب كثير، يعني في شباب بيعذبوا، في صبايا كثير هنايا. حلو، اعطانا كريدت، نحن الصبايا طلعنا هنايا. اوكي ريم، هون ريم شريف ببرنامج دقوا المهابيج لفتره، يعني كذا حلقه. اوكي كمان عم يعني كمان هيك ريم طلعت باطلالات مختلفه، هيدا الحلو. يعني ريم من اول ما بلشت لوقتها نهايه البرنامج كل اسبوع كانت تبهرنا، لانه كل اسبوع كانت عن جد اطلاله ما بتشبه اللي قبله، وببين انه في فولو اب للموضوع. يعني الكاركتر او المشهور بس يكون بايفنت او شيء بتلاقيه اذا لابس عادي ما بتحس انه في متابعه للموضوع، لانه انا انسان بطبع فوت بالديتيلز. يعني انا لما اعمل ريسيرش تبعي او لما بدي اخذ بروجي سلم بروجي فوت بالديتيلز، يعني ميك اب شعر ضفير، يعني كل الباكج، مش انه دراس ويلا او انه صوت ويلا، انا فوت بالديتيلز. لانه في ناس على كل حال بتقول انه طب ما الستايلست شو بيعمل، بيروح على حيلا براند معينه بيجيب هالفستان بيلبسه لهيدا. فكره كثير صعبه، كثير صعبه، لانه قد ما بتشوفي كاركترات قد ما بتشوفي كلاينتس قد ما بتحبي تقدمي، والتشالنج انك انت ما تقلدي نفسك، ما تعيدي نفسك، يعني مش هيدا الكاركتر بيطلع هيدا، يكون في ديفرنت ستايل ديفرنت لوك، وكل حدا يكون عم بزد لك. يعني انا لما اكون عم بشغل على بروجي بصير عم بحمل مسؤوليه البروجي اللي بده يجي بعده، انه انا ما بدي اوطى بالليفل، بالعكس انا بدي اعطي اكثر، بدي اعلى اكثر. فهيدا كمان هون عم نكفي نشوف الست رابعه. رابعه تحية لك، كان لي شرف تعاملت مع سلافة وخرجي. اوكي كمان رابعة، يعني هيك اللوك يعني كأنه اللوك بخلي الشخص هو ينعكس عليه طبعا، يعني بتشوف وبعطي شوي مني. انتبهي يعني لما لبس كاركتر او لما لبس حيلا حدا طالب انه رايي وانه انا عم يستشيرني، بعطيه شوي من التاتش تبعي يمكن ما بيتجرأ هو بالحياه العاديه يعملها. ان كان من ناحيه الكالرز، ان كان من ناحيه الجرأه بالكات تبع البليزر او بالدرس. سو هيدا الثقه اللي بخليك انه انا سلمتك. سو هاي الكلمه كثير بالنسبه لي بتحملني مسؤوليه وبنفس الوقت بتبسطني. يعني لو ما واثق فيي ولو ما هو شايفني انه انا قد هيدا الشيء، وكل حال مثل ما قلت لي انت بأول الطريق، اكيد الاحلام كثير كبيره وان شاء الله بتحقق كل احلامك، بالتوفيق بكل شيء بدك تعمله. شكرا كثير لك ولوجودك معنا بالبرنامج الصباحي.